لأن سنذهب الآن مباشرة عبر الهاتف. ينضم إلينا الدكتور خالد بن حسين البياري، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. أنا سأبدأ مع السبب الرئيسي للتراجع في أرباح الشركة في مقابل نمو في الإيرادات التشغيلية. مرحبا. طبعا بالنسبة للزيادة في الإيرادات التشغيلية، أعتقد يعني هو امتداد ارتفاعات سابقة، ويمكن التركيز كان فيها وجاي أكثر من قطاع الأعمال عندنا. قطاع الأفراد طبعا في ضغط كبير في السوق عليه بسبب أشياء متعددة كثيرة، لكن بالنسبة للتراجع الطفيف في الأرباح مرتبط ارتباط أساسي بزيادة في المصاريف. طبعا يمكن 2015 شهد زيادة ضخمة في استثمارات الشركة في شبكاتها، وفي إدخال يعني تقنيات جديدة زي الديتا سنترز والكلاود سيرفيسز وما إلى ذلك، وهذه بطبيعة الحال استثمار المستقبل، لكن أكيد لها تأثير. ولكن هذا يعني بأن هذا التأثير لن يكون خلال الفترة القادمة، يعني احتسبناه الآن. اي لا، هو زي ما قلت الاستثمارات تاخذ وقت على بال ما تكون لها عوائد، لكن اللي قاعد يصير في السوق السعودي الان في استهلاك ضخم على خدمات البيانات، وهذه بطبيعه الحال يعني تحتاج استثمارات ضخمه في الشبكات. فحقيقه الاس تي سي استثمرت مبالغ ضخمه. كم هي نسبه المبالغ دكتور خالد؟ اللي استثمر في 2015 مبالغ ضخمة، تكلم على تقريبا حول فوق 7 مليار ريال. 7 مليار ريال. طيب نعم. وحتى فيما يتعلق بتنوع الإيرادات، ماذا عن العمليات الخارجية أو حتى شركاتكم الخارجية؟ كم هي نسبة مساهمتها في نعم. في الإيرادات نعم. محليا نعم. تعتمدون أكثر على الأعمال أكثر من الأفراد كذلك؟ الآن زي ما قلت قبل شوي، بالنسبة محليا عندنا كان تركيز خلال السنتين اللي راحت على قطاع الأعمال، وفي الربع الأول شهدنا ارتفاع تقريبا ما يقارب 17% بالإيرادات أو العائدات قطاع الأعمال مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية. فبالتالي الاستثمارات اللي حطيناها في القطاع هذا الحمد لله بدأت تؤتي كلها. بالنسبة للعمليات الخارجية برضو كان في تحسن جيد، وجاي حقيقة من استثماراتنا خصوصا في البحرين والكويت. البحرين والكويت عظيم. نعم. يعني اكثر من المحلي يعني. لا، كانت النسبة تقريبا متقاربة. يعني نتكلم يمكن اكثر بشوي، لكن اللي اثر على المحلي السوق تشهد الان بعض التطورات، خصوصا مثلا ما يتعلق بالبصمة وما إلى ذلك اللي بدأت فيها الربع هذا، ففي تأثير بطبيعة الحال على قدرة يعني تنمية العوائد في هالفترة هذه بسبب الضغط على المكاتب وما إلى ذلك، والمنافسة أيضا المحلية. يعني كيف عم تأثر على عمليات شركة الاتصالات؟ بطبيعة الحال معظم يعني احنا يمكن اكثر من 80 او 85% من عائدات الشركة جاية من العمليات المحلية. نعم. قد ايه الماركت شير لكم في السوق الان؟ هل هناك ارقام والله محددة؟ ما عندي ارقام محددة، لكن احنا يعني دائما نحرص الان على اكثر من قضية الماركت شير. التركيز عندنا على حاجتين أساسية، أول شيء أنه تكون الخدمة المقدمة للعميل هي أفضل ما يمكن. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أنه نوعية الخدمات اللي تقدم الآن أنها تكون فعلا state of the art، وأنه تكون الاس تي سي قادرة على توفير الخدمات الجديدة لعملائها. يعني قبل فترة، قبل أسبوعين مثلا، بدأنا بحاجة يسموها الفويس اوفر ال تي اي، وهذه لها تأثير إيجابي على مثلا نوعية او نوعية الخدمات الصوتية المقدمة لعملائنا، إضافة إلى إمكانية أنه مثلا وهو على المكالمة يقدر يشتغل على الإنترنت. فنوعية الخدمات نركز عليها إضافة إلى جودة الخدمات. نعم. وخدمة الألياف الضوئية يبدو أنها تشهد أيضا ارتفاعات لديكم دكتور خالد. كان في ارتفاع جيد في الربع هذا مقارنة بالربع الماضي، أكثر من 30% زيادة. نعم. وهل ستعتمدون
عليه أكثر من غيره؟ بطبيعة الحال شوفي الآن قطاع الاتصالات يشهد تحول ضخم وكبير بنوعية الخدمات اللي العملاء يحتاجوها. خدمات البيانات صايرة هي الآن هي المطلب الأساسي، وبالتالي عملية الاعتماد على تقديم الخدمات هذه عن طريق الجوال فقط لا يمكن أن تستمر لمحدودية الترددات. هي بنهاية المطاف تعتمد على الترددات الموجودة، وبالتالي خدمات البيانات وتقديمها عن طريق الشبكة الثابتة وخصوصا الفايبر، أعتقد هو الآن جميع شركات الاتصالات في العالم بدأت يعني تعتقد أنه هو الحل الأمثل. دكتور، سؤال فيما يخص الاستثمارات، ذكرت بأنه قمتم بالكثير من الاستثمارات وهذا الشيء الذي أثر، هل هناك المزيد من الاستثمارات التي ستوضع، وخصوصا أنه عم تحاولوا أن يكون في بنى تحتية قادرة على دعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي أيضا؟ صحيح، الاستثمار مهم بالنسبة لقطاعات اقتصادية كثيرة، لكن خصوصا قطاع الاتصالات يعتمد اعتماد أساسي على استمرارية الاستثمار. لكن بنفس الوقت مهم أنه يكون يعني أنه تكون في بيئة تنظيمية تشجع على الاستثمار، وبالتالي أنه يكون في توازي ما بين القرارات التنظيمية والبيئة التنظيمية اللي يعيش فيها قطاع الاتصالات من جهة، والتوجهات اللي تفضلت فيها، وخصوصا أنه المملكة الآن تشهد يعني ولادة مشروع التحول الوطني اللي من أهم ركائزه قضية التحول الرقمي للاقتصاد. يعني هالتحول الاقتصادي يتطلب، أو الاقتصاد الرقمي يتطلب بنية تحتية متكاملة مهم الاستثمار فيها. أشكرك دكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC على كل هذه المعلومات.